بعد موت الإنسان يوضع في القبر، والقبر هو أول منازل الآخرة، حيث إن الإنسان فيه يبشر بمكانه في الجنة أو منزله من النار. فإن كان العبد مؤمنا لقي في قبره الراحة والفسحة والسرور والسعادة، وإن كان كافرا عاصيا لقي نتيجة بعده عن الله عز وجل في قبره، ولا تنتهي الحياة بموت الإنسان، بل تبدأ حياته الثانية في القبر، وهي مرحلة البرزخ. وإن جاء أمر الله عز وجل وقامت الساعة ينهض الناس في القبر ليتم حسابهم أمام رب العالمين، ولكن ماذا يحدث لجسد الإنسان في القبر؟ وكيف يتحلل؟ ومن أين يأتي الدود الذي يأكل الميت في القبر؟ فهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله، فتابعوا معنا. الموت هو انتهاء أجل الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وصعود روحه إلى بارئها جل في علاه. والموت هو الحقيقة الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وفي الحياة المعيشة. وقد دل على حقيقة الموت الكثير من الآيات الكريمة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعند الموت تصعد الروح إلى بارئها سبحانه وتعالى، ويبقى الجسد تحت التراب، ثم يأكله الدود، وبعد فترة من الزمن يختفي هذا الجسد ويتلاشى. فبعد مرور 5 إلى 10 أيام من موت هذا الإنسان يبدأ الجلد بالتساقط، ويتساقط الشعر من جميع أجزاء الجسم، وتتساقط الأظافر، وتتحلل جميع خلايا الجسم نتيجة تغذية الديدان والميكروبات الموجودة فيها بشكل هائل على أعضاء الجسم. وهذه العملية تسمى الاضمحلال النشط، بحيث لا يبقى بعدها أي عضو مميز من أعضاء الجسم. وبعد تحلل معظم أجزاء الجسم يبدأ تحلل العظام، الذي يستغرق وقتا أطول من باقي أجزاء الجسم الأخرى، إذ يستغرق ليتحلل وقتا متفاوتا بين جثة وأخرى، فمنها ما يستغرق عدة أشهر، ومنها عدة سنوات، وذلك بسبب اختلاف عدة عوامل مثل الضغط ودرجة الحرارة والعمق. فمثلا في المناطق الباردة قد لا تتحلل الهياكل العظمية، أما في المناطق الاستوائية قد لا تستغرق شهرا. والدود الذي يأكل جسد الميت يأتي من جسم الإنسان نفسه، فعندما يكون الإنسان على قيد الحياة تتواجد على جلده الكثير من البكتيريا والجراثيم، ويستطيع جسم الإنسان وهو على قيد الحياة مواجهة هذه البكتيريا والجراثيم والقضاء عليها بكل سهولة ويسر. ولكن عندما يموت الإنسان تتعطل كافة النشاطات الحيوية للجسم، فيفقد الإنسان القدرة على مواجهة هذه الطفيليات والميكروبات، فتتحول إلى ديدان تتغذى على جسم الإنسان فتنمو وتكبر، وبعد فترة من الزمن تموت هذه الديدان وتختفي. وقال أهل الطب الشرعي إن بعض أنواع البكتيريا غير الضارة في جسم الإنسان بمجرد وفاته تتحول إلى أن تتغذى عليه، ولا مانع من أن تأتي حشرات أخرى من الخارج لتشاركها، كما لو ترك الإنسان شيئا من الطعام دون ظروف التخزين الجيد تتلف بمثل ذلك وتتعفن. أما الحشرات التي من الأرض تشارك أكل جسد الإنسان، ولكن قول العلماء أنه عندما يدفن الإنسان يأتي الدود إلى جسده فيأكله، ولا يبقي منه شيئا إلا قطعة صغيرة في نهاية العمود الفقري تسمى عجب الذنب، وهذه القطعة الصغيرة من خلالها سيبعث الله تبارك وتعالى عباده يوم القيامة ويحييهم من جديد. ففي الحديث النبوي الشريف: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب،
ومنه يركب الخلق يوم القيامة. عباد الله عز وجل الصالحون مثل الأولياء والشهداء، قد يحفظ الله عز وجل أجسادهم من أن تأكلها الديدان، ولكن لا يوجد دليل ثابت من القرآن الكريم أو السنة الشريفة يثبت ذلك. والأصل أن يأكل الدود أجساد البشر كافة إلا الأنبياء عليهم السلام. فإذا كان الإنسان مؤمنا بالله تعالى، صالحا تقيا طائعا لله عز وجل، لا يشعر بألم أكل الدود لجسده، لأنه لو شعر المسلم بألم أكل الدود لجسده لتنافى ذلك مع رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. ذلك وعد الله، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. أما الكفار العصاة فإنهم يشعرون بأكل الدود لأجسادهم، لأن أكل الدود لأجسادهم وشعورهم بذلك هو جزء من عقاب الله تبارك وتعالى لهم بما كفروا وكذبوا بآياته، ولأن عذاب القبر يلحق بروح الكافر وجسده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ووفقنا لكل ما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.